فك ايلون. الجملة هاي انقالت بحفلة بميامي لدعم البيتكوين. اكبر مؤثرين واكبر داعمين للبيتكوين تمام عملوا مؤتمر. هذا الشخص اللي شايفينه ماكس كايزر. شخص هذا ماكس كايزر رجل اعمال كبير ومستثمر كميات كبيرة من البيتكوين. والشخص هذا يلي شايفينه هو مايكل سيلر. طبعا هذا كان هو وايلون ماسك مدعمين جدا للبيتكوين، لكن الظاهر اختلفوا تمام. هو عنده استثمارات بشركة تسلا، الظاهر اختلفوا وحاليا ترتيب جديد للأوراق. يعني حاليا لما كلمة مثل كلمة فك ايلون تنقال بحفل كبير تمام، يعني الظاهر انه في معركة كسر عظم صايرة بيناتهم. في اخبار تانية، مايكل سيلر كمان عم بيحكي عن المؤتمر انه كان مؤتمر ايجابي. في لاعب الملاكمة تمام، لاعب الملاكمة الشهير بأمريكا. في خبر تاني كمان، الملاكم الشهير فلويد ماي وزر تمام. فلويد ماي وزر كان له كلمة بمؤتمر دعم البيتكوين. رجل جريء جدا يا شباب. بظل المؤتمر كان عم بيقول انه انا بعتقد انه في عملة تانية رح تطغى على البيتكوين ورح تتفوق عليها في المستقبل. طبعا مؤيدين البيتكوين ما عجبون الوضع هذا. خلونا ننتقل للشارت يا شباب لحتى نشوف شو الوضع. اللي احنا كسرنا الترند الصاعد تمام، وقفلنا شمعة كاملة 4 ساعات تحت الترند الصاعد. انا بتوقع يا شباب انه في زيارة اما لمنطقة 34700 او لمنطقة 33000. تحت منطقة 33000 أنا مستبعد أنه ينزل السعر طبعا، والله أعلم يا شباب، لكن بحسب توقعاتي أنه تحت 33000 رح يلاقي السعر مقاومة شرسة ترفعه لفوق تمام. هلأ في نزول، هالجمود هذا لازم يكون وراء نزول، يعني مراقبين لحنا السعر ساعتين ثلاثة والشمعة ما تحركت، عم يدور بين 36200 وبين 35900. مشان هيك اليوم انا الشباب على التليجرام ما نزلت لهم اي توصيات لانه الوضع خطير جدا. نزلنا توصية الصبح، بعدها قلنا له للشباب اللي بده يطلع من الصفقة يطلع وحطوا ستوب لوز لحتى ما يصير في خسارة. على فكرة يا شباب اذا بدكم تنضموا لجروب التليجرام راح تشوفوه بالوصف. لحنا حاليا قفلنا شمعة اولى وراح نقفل شمعة تانية تحت خط الموفينج افريج. اذا يا شباب اليوم راح يوضح معنا الامر، ممكن يصير الهبوط اليوم ونرجع نرتد بكرة نهاية الاسبوع، ممكن الهبوط يصير بكرة، يبقى الجمود هيك على حاله لبكرة. هذا الشيء راح يحدده الوقت. كل يلي بتمناه منكم يا شباب اللي دخل بصفقة وما لحق يطلع منها انتظر صديقي، لانه السعر راح يرجع يرتد بقوة كمان. ويلي حاليا بده يدخل بتمناك انا ما تدخل هلا لحتى نشوف السوق لوين رايح. حاليا لسه المعالم مو واضحة ابدا، لكن بتوقع احنا نزور مناطق 35700 ونكسرها ونرتد ممكن 34 تمام. بعد 34 راح نرجع نكمل او نرجع نكسر، لكن الواضح انه راح نرجع نرتد بقوة وراح يرجع يرتفع السعر. هذا توقع يا شباب، الساعات القادمة بيبين معنا الموضوع بشكل اوضح. حابب بس وضح لكم شغلة يا شباب، عملة الـ ATI تمام، اذا بتكون تسجلوا على عملة الـ ATI راح تنطلق بعد بيوم وتقريبا 16 ساعة. اذا حابين تعرفوا وين اخر اخبارها راح تدخلوا لهوني على هالقناة يا شباب تمام. بتقدروا تشتروا BNB وتزرعوا البي ام بي لحتى يطلع لكم الاي تي اي، تاخذوا اجزاء منه تمام. لحتى تنطلق للتداول هالاجزاء هي تقدروا تبيعوا وتشتروا. وانا بصراحه يا شباب حطيت نص حبه بي ام بي تمام، عم باخذ مقابله انا عمله الاي تي اي صار معي 0.10، يعني 10% من الحبه الوحده تمام يا شباب. وهي العمله البي ام بي انا بقدر بسترجعها، بضغط على هالخيار هذا انا بسترجع لنص حبه البي ام بي تمام. هلا لحتى تنزل هالعمله بالتداول انا بكره بدي اعمل فيديو كيف تتعامل باحترافيه مع عمله الاي تي اي اول ما تنزل للتداول وتستغل ربح حلو منها. والى اللقاء اصدقائي، فيديو جديد ان شاء الله.